فالف مبروك كريم. كان كريم معكم هذا المساء، ما شاء الله تبارك الله، حتى صيرور البطل أدى سباق ممتع ومثير. الله يخليك، شكرا والحمد لله رب العالمين. وتعرف السباق اليوم يعني سباق كان قوي، وطبعا تعرف مناسبة كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين هي مناسبة ينتظرها جميع محبي الفروسية ويجهزون خيلهم من وقت إلى وقت. ولا شك طبعا احنا شفنا اليوم السباق كان قوي حتى في الشوط الاول. ابارك لاخي الشريف هزاع واقول له الف مبروك، وانا سعيد جدا الحقيقه اني اشوف انه كسب السباق، لانه حقيقه الشريف هزاع من اكثر الناس اللي يستاهلون ان الواحد يبارك لهم، لانه لو عرفنا كم عدد الخيول الموجوده عنده وكم يهتم فيها وكم يصرف عليها وكم يعتني فيها، انه على الاقل يجيه في يوم من الايام يكسب سباق مثل هالسباق هذا. وهذا اللي كان متأمله طول حياته، أنه يعمل سباق مثل هالسباق هذا ويكون عنده حصان في هالمستوى. أهنيه وأبارك له وأقول له ألف مبروك. وبالنسبة للشوط الثاني طبعا الحمد لله احنا شفنا السباق، تقريبا الشيء الوحيد اللي تغير عن السيناريو في السباقات سباق كاس سمو سيدي ولي العهد اليوم، أنه احنا شفنا كريم، وحنا كريم طبعا احنا متأملين فيه من زمان، ما طلع في مستواه في السباقات اللي فاتت. اليوم الحمد لله انا اعتقد انه ركض سباق كبير جدا، فلاي داون ما قصر والحمد لله رب العالمين. سمو الامير، بصراحه وش اللي حصل بسباق الانتاج؟ هل خيال مسفح استعجل كثيرا باظهاره بدري مسافه 2400 متر؟ شوف متعب، اليوم الواحد يوم يحكي على شيء عقب ما ينتهي السباق تفسيرات ما لها معنى، المعنى انه الحصان الافضل هو اللي كسب السباق. واعتقد انه مثل ما قلت لك الشريف هزاع يستاهل انه يكسب. قلت لك وش الاشياء اللي قلتها عنه، انه هو الحقيقه من اكثر الناس المهتمين في الخيل وطبعا في الانتاج ومن انتاجه وعنده كذا، ويستاهل. اتمنى ان شاء الله انه هذه تعطي جميع ملاك الخيل انه عندهم فرصه في يوم من الايام انهم يكسبون، وانه اليوم السباقات الكبيره ليست محكوره على الاسطبلات الكبيره فقط، انما اليوم الانتاج وبتشجيع سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه اللي دعم الحقيقه الانتاج وساعد على وجود الانتاج، ويعني دعمه بكل ما يستطيع انه يكون في انتاج سعودي ينافس ان شاء الله الانتاج اللي موجود برا. يعني اليوم شفنا الحمد لله هذه فرصه تعطي فكره على انه لا احد ييأس، السباقات مفتوحه، وطبعا اكيد انها فرصه كبيره لكل واحد انه يكسب، سواء كأس المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، أو كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، أو كأس سمو سيدي ولي العهد، أو السباقات الكبيرة. فأنا أتمنى الحقيقة أنه هذه تعطي فرصة لملاك الخيل أنهم يتشجعون إن شاء الله في المستقبل. نجم سباق المستورد هذا المساء، هل بالفعل صيرور؟ أنا ما أدري جاء صيرور الحقيقة، جاء رابع هو؟ لا رابع، لا ثالث؟ رابع يمكن جاء. طبعا الحقيقة صيرور مثل ما قلت لك هو حصان من الخيل اللي احنا نعتقد انها طبعا انتاج، ويهمنا الانتاج انها تشارك ونشوف كيف مستواها. ونحن شفنا الحقيقه يمكن على احنا نقول على الكوع او على الاول 400 متر كان هو قدام فلاي داون. طبعا احيانا الحقيقه مثل السباقات هذه تضيع عليك سبق، فالظاهر انه طبعا محمد الدهام يعني انتاج سعودي وجوكي سعودي عليه، فتحمس كثير على انه فعلا انه يوصل حصانه وتامل انه يكسب. فطبعا محاشره اخوه الثاني كمان طبعا سببت يعني يمكن في فارق في الموضوع، لكن الحمد لله رب العالمين انها جت على النتيجه اللي احنا الحمد لله شفناها اليوم. سمو الامير، ذكرت لي في كاس سمو سيدي ولي العهد بان كاس المؤسس ما راح يتضح الا قبل باسبوعين، الان متبقي تقريبا يعني اسبوعين، هل اتضحت الصوره سمو الامير؟ انا قلت لك قبل اسبوعين، الحين باقي ثلاث اسابيع. ما في فرق، خلي انت الاسبوع واقول لك. طلعت الصوره؟ لا طبيعي الحقيقه اليوم متعب. نحن شفنا اليوم استحقاق الامير سلطان، اليوم كسب سباق جميل جدا، شفنا كاس الحرس الوطني، يعني خيلنا يمكن كنا متاملين فيها كثير، شفنا انه يعني ما كسبت بالطريقه اللي احنا كنا نتامل فيها، جتها خيل قوية كذلك من وراء، حتى الآن نتائج ما هي مبينة، فنتأمل إن شاء الله ونقول يا رب إن الله يوفقنا فيها. أقول لك ألف ألف مبروك سمو الأمير، وإن شاء الله بإذن الله كأس المؤسس. الله يبارك فيك ويا رب إن شاء الله، دعواتكم.